أهلا سيامتكم مشاهدينا الكرام، راكم في عدد جديد ومتجدد من حصتكم الأسبوعية. شوفوا حكايتي. نهار اليوم راح يفتح لنا قلبه عمي محمد. معاناة من كل نوع. راح تسمعوا حكاية معاناة عمي محمد. قضى أكثر من 24 شهر عامين وهو عايش داخل شاحنة. نعم، هو عايش داخل شاحنة. ما نطوش عليكم إن شاء الله، راح تشوفوا الحالة عمي محمد وراح تسمعوا الحكاية ديالو ونعود نقول لكم. عمي مح، وش راك؟ لا بس الحمد لله. صحة لا بس. الله يحفظك. الحمد لله. عمي مح، كنت تتصلت بينا قلت لي باللي بلال نحب نشارك في هذه الحصة. أنا حب نحكي الحكاية ديالي، أنا حب نلحق صوتي، أنا حب نتهنى من المعاناة اللي أنا فيها، من المشكلة اللي راني فيه. خلي هات عليك أمي محمد، خليها أبل بلاد الوثائقية ولك. أبل الوثائق تواعيها ديما، وين نمشي يمشيوا معايا. معليش أمي موح، الناس اللي يشوفوا فيك حبوا يعرفوا شكون هذا أمي محمد. هذا وش تقول له؟ محمد بوش الغوم بوز الرعاة، الناس قاعد تعرفني. الوضع نتاعي حالتي قاع الناس يعرفوها. نجم نقول لك هذه مأساة بدات من 2007. كنت عايش نورمال كي الناس بوزريعه. بوزريعه؟ اه. مع العائله؟ مع العائله. تقدر تحكي لي؟ واش نحكي لك؟ مع العائله، مع ماتوا الوالدين، قعدنا الخاوه، ومن بعد كل واحد خدا اتجاه. كان عندي ملف تاع ساكن في السوسيال، درته في 2007. الملف تاعي كامل. و كما يقولوا صوطاوني، صوطاو الملف هذا. معليش عمي محمد، انت مر ما توفى الاب والام وخوتك وخواتك، كل واحد راح من جهته، انت وين رحت؟ طبعا صارت حكايه، انا وين كنا بوزريعه بون صارت حكايه، كانوا مشاكل عائليه، هربت صراحه. ومن هذاك الوقت قول 2005 2006 كما راكتو برا هكذا عمي محمد. من 2005 2006 زعما نقول حتى 2007 انت عايش هكاك برا. من 2007 حتى 2017 10 سنين ها هي ليك. رحت لروفيغو كريت تما يامات، ومن بعد عاود وليت من روفيغو جيت هنا لبني مسوس. كان هذا سي معمر هاوليك عطى لي حانوت تاعو، قعدت فيها 10 سنين. قعدت في حانوت 10 سنين؟ 10 سنين. علاش؟ عطيني الوثائق يا محمد. معليش عمي محمد، شحال كان في عمرك تما كي كنت انت في هذا الحانوت هذا عايش فيه؟ كان في عمري 42. 42 سنة؟ اه. 10 سنين عمي محمد وانت عايش في حانوت. العائلة ديالك ما طلوش، ما حوسوش، ما سقساوش عليك خاوتك؟ عمومك، خوالك، العائلة القريبة؟ أنا نتصل بهم صح، هما ما كاين والو. مين داك نتصل بهم؟ كانوا عمومي هكذا نتصل بهم، ولكن نقدر نقول بلي شغل قلبك طاب من هذيك الجهة. طاب من هذيك الجهة خلاص. هكذا عمي محمد. اه. 10 سنين في حانوت، كيفاش كنت تجوز ياماتك؟ إنسان عايش في حانوت فيه تواقي ما فيهش؟ فيه طاقة، فيه كلش، عايش نورمال عادي، ماهيش نهاية العالم. درك تبدا دير على قلبك طفرها في روحك، وديما ديما تشوف ناس اللي هم أكثر منك. سما باه تولي إنسان يعاود يولي لعقله. من بعد في 2017 ريبو هذاك المارشي، نزيد لك المليحة، لقيت روحي برا. كانت عندي طوموبيل، شهر في طوموبيل من بعد. ومن بعد كانت هنا السامباك هادي. هنا بني مسوس. اه. كانوا ناس صدم وسكنوا فيها، جيت سكنت فيها 19 شهر. ومن بعد جاو زادوا ريبوها، داروا لنا دواصه وهذه وكذا، وجري للدايره، روح للولايه البلديه وكاع. اقصونا من تما وريبو سامباك. كان حوالي 13 عائله راهي متشرده الان. وانا واحد في وسطهم كيما راك تشوف، لقيت روحي هكذا. شحال عندك عمي محمد وانت هنا في هذه البلاصه؟ احسب من 18 اكتوبر 2018 الى يومنا هذا، رانا داخلين في 24 شهر. عامين. عامين. عامين وانت عايش هنا داخل. عامين هكذا كيما راك تشوف. هنا ماكلتك، هنا ترقد، هنا تشرب، هنا كلش.
بون الماكله الحمد لله كاين لي ريستورون وكاين كلش هنايا مي عامين هكذا عامين وانت هكذا عامين هكذا عامين وانت في هذه الحاله قشك هذا والناس مدهولك ولا قشك لا لا قشي قشك ايه شي فورغون عمي محمد ايه كيفاش تجوز الايامات شتا البرد عليك سخانه عليك كيفاش تجوز الايامات تقدر تحكي لي نهارك كيفاش يجوز نهاري يجوز في نهار نجوزو مع الخدمه مبريكولي في لاميكانيك وكي تعيا العشيه ترقد واش معاناه من كل نوع هكذا عمي محمد ايه والصورة غنية على كل تعريف ما نعرفش نشتكي ولا كلش راه باين عمي محمد وهذا الفرقه هذا وين جاك هذا الفرقه هذا شريته شريت فرقه اه باش تكون فيه شريته سبيسيالمون هذا الشيء هكذا عمي محمد اه عمي محمد شحال في عمرك دوكا 57 57 سنة اه راجل في 57 سنة كيفاش تجوز يا ماتك انا احكي لي عمي محمد عامين كيفاش تجوز هذوك العامين؟ عبالي عندك ما جاز عليك في هذه الفورغون هذه؟ جاز بزاف ما كاش كيفاه نوصف لك ولكن واش دير يعني هاي لك اذا نزل القضاء دع الايام تفعل ما تشاء اه ونعم بالله سخانه عليك البرد عليك عمي محمد كاين سخانه كاين سخانه كيفاش كيفاش كتجوزها؟ اه يا ما سخانه لهيك نقعدوا هكذا في الشجرة هنايا اه كما راهي تاع الشجرة اه وين وفي يامات البرد كيفاش دير؟ يامات البرد بون عندي شوفاج شوفاج تاع تريسيتي؟ غاز غاز اه ما تفرجش تلفزيون ما تشوف والو محمد تلفزيون صافي عامين هكذا واش كيما رحلونا من تحت لهنا ما كاين والو هكذا عمي محمد اه وهنا هنا انسان عايش داخل هذه الفورغون هذه كما راكم تشوفوا فيها هذا الفورغون ما راكش مأمن على حياتك ما راك مأمن على حتى حاجة تقدر تغلقها وتروح ما تخافش يسرقوا لك ما تخافش ايه المشكل تما حتى لقيت روحي راسك مربوطة هنا ما بعادش حتى الناس اللي يجوا يخدموا طوموبيلات تاعهم يجوا كلها هنا اه يجوا كلها هنا راك تخدم ميكانيك شوية نخدم الحمد لله يعني الناس تعرفني كما يقولوا واش من خدمه تخدم في الطريق باش تكوبري لي فريم نيسيسار تاعك انت دوكا راك هنايا في هذه الحاله هنايا تواصلوا معك الناس كشما سياو يعاونوك ولا ما كان والو الناس سياو يعاونوك انا اصلا ما كيما يقول لك ما نحبش الصداقه ما نحبش هذه تاع عندي حقي نجري ورا حقي وعلاه نحوس المعاونه عندي حقي عطاني حقي علاش حتى تضغط عليا نولي انا نحوس في المعاونه وحتى الصوره هذه اللي رانا فيها مانيش راضي بها بتاتا كون عطى ربي ندي لي دروا تاعي في السطره على حتى نوليو نكشفوا في الناس على حتى نوليو نهضروا في التلفزيون هذه وكذا اعطي لكل واحد حقه تنقص هذه الصوره هذه اللي رانا نشوفوا فيها معليش ان شاء الله عمي محمد ما عمري ما تمنيت نلحق هكذا وهضر علاه اخويا اعطيني لي ضربه تاعي عمي محمد حنا لهنا اللي جينا هنايا على جالك حنا ان شاء الله باش نسمع الصوت ديالك بالك سلطات ما سمعتش الصوت ديالك ان شاء الله راح يشوفوك صوت وصوره وان شاء الله بالك راح يشوفوا الحاله ديالك ان شاء الله عمي محمد نتمنى ان شاء الله ان شاء الله واش قلنا كلمه الاخرى ديالك عمي محمد تفضل الكلمة الأخراني قلت لك نتمنى هذه الصورة تجيب نتائج إيجابية الناس هذو ربما يحيا فيهم الضامير يعطيونا حقوقنا ما ناش نطلبوا فيهم وهدرتها حتى في فيديو فات ومع الشاف دايرة هذه تاع هنا وعلى بالهم كاع واش كاين هذه الشاف دايرة بداتها تعترف هي بنفسها تقول لي عندك الملف تاعك كامل الملف تاعي كامل أعطيني حقي واش راكي تستناي ان شاء الله ان شاء الله يكون كاين حل وان شاء الله يكون كاين تجاوب من عند السلطات ويكون ثاني من عند الناس ان شاء الله على لا بالك يتصلوا بينا ويسيو ان شاء الله يعاونك عمي محمد تخرج ان شاء الله من هذه البلاصه اللي راك فيها ان شاء الله يا ربي امين نتمنوا ان شاء الله تخرج من هذا المشكل وان شاء الله تخرج من هذه الحاله اللي راك فيها ان شاء الله هذه هي عمي محمد واش تقول للعائله ديالك واش نقول لهم مغواتكم الدنيا الفاني وجيب لكم ربي شي الهدف اللي كنتو تجريوا عليه لحقتوا عليه ولكن الامر لله
بهذا نكون وصلنا مشاهدينا الكرام لختام عدد اليوم. كما شفتوا معنا حكايتنا نهار اليوم حكاها لنا عمي محمد. عمي محمد مرت عليه العديد من الظروف في حياته وانتهى بها المطاف في هذه الشاحنة كما راكم تشوفوا. هذا المكان اللي يفتقر أدنى شروط الحياة الكريمة. احنا نتمناو من الناس اللي راهم يشوفوا هذه الحكاية وشافوا الحالة عمي محمد أنه يتواصلوا معاه ويعاونوه، هو محتاجكم. ونقول كذلك للسلطات المعنية، عمي محمد هو بأمس الحاجة أنه يسكن في منزل يليق بالإنسان، أنه يسكن في منزل يليق بالحياة الكريمة. أنت ولا أنت إذا راكم حابين تمروا معنا عبر البرنامج ديالنا، ما عليكم غير تتواصلوا عبر الصفحة الرسمية اللي راهي ظاهرة أسفل الشاشة. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم ومازال كان الخير في البلاد. سلام.